السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي غنقدم معكم اللوبيا، قلت غنطيبها، قلت علاش ما نقدمهاش مع اخواتاتي وتشوفوا طريقتي كيفاش نطيب اللوبيا. طريقه غزاله ان شاء الله، نتمنى تعجبكم. شفتوا الشكل ديالها كيفاش يجي؟ ها انتم اخواتاتي، رائع في المذاق وفي كل شيء ان شاء الله، وتطيبينه بسرعه ما تطلبش منها الوقت بزاف. بسم الله، تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه كيفاش غنحضرها. ندوزو للمقادير. بسم الله اخواتاتي على بركه الله، اليوم ان شاء الله غنطيب اللوبيا. هي في الزكته ليله كامله، وقلت اخواتاتي علاش ما نشاركش معكم، تشوفوا طريقتي كيفاش نطيب اللوبيا. هذه شويه تقاليه هي سلقتها، تنديرها انا مع اللوبيا تجي غزاله. عندي اخواتاتي مطيشه، جهد ثلاثه المطيشات، عندي مطيشه جاهزه، جهد ثلاثه المطيشات. عندي اخواتاتي شويه التوابل، شو البزار تندير انا شويه، تنقوي سكنجبير، عاشقه ديال السكنجبير، عاشقه ديال الكمون، عاشقه ديال التحميره، عاشقه ديال الخرقوم، نص عاشقه ديال الابزار، الملع على حسب الذوق، الزيت. عندي واحد البصله، عندي ثلاثه فروع ديال الثومه. هادشي اللي كاين اخواتاتي، شي حاجه بسيطه. وعندي الربيع انا باقا ما جبدتوش، انا غنجبد اخواتاتي، عندي في الكونجيلاتور حتى هو غادي ندير. انا غادي نحك هاد البصله، انا البصله تنحكها. ندير كلشي التوابل، وندير اللوبيا، ندير الكرشه، وندير الملح غير قليلا، الملح هي اللي تخلي القطنيه طيب، وندير شويه الزيت غير شويه حتى طيب، عاد ندير زيت العود. انا تندير زيت العود في الطياب ديالي تيعطي واحد المذاق زوين. غنحك اخواتاتي الثومه، قلت لكم الربيع عندي في الفريكو، انا غنجيبو نديرو. كنجيب كميه كثيره وتنطحنها وتنخزنها. انا ندير اخواتاتي هاد التقاليه، سمحوا لي، غندير هاد العطريه، غندير مطيشه والماء مطيباه، جات لي طرون تاع الماء. غندير اللوبيا غاسلاها، فزقاها ليله كامله، وانتم الملح، غندير غير شويه الملح، الملح حتى الاخر. الزيت هاد الزيت ندير غير شويه، جات جوج عواشق ديال الزيت حتى تطيب، عاد غندير زيت العود. انا غنجيب اخواتاتي الماء هو طايب، غادي نديرو، ما تنقليها انا ما والو، هذه هي طريقتي. تغطى ليا اللوبيا بحال هكا صافي، غنسد عليها ساعه. غنسد عليها ساعة اخواتاتي، غندير الربيع وغنسد عليها ساعة، ومن هنا دوز ساعة نتلاقاو ان شاء الله وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش غايش. راه شي حاجة اللي زوينة هاد الطريقة، نتمنى من الله البنات المبتدئات يطبقوها، راه ساهلة وبسيطة وتطيب ان شاء الله. الا ما كثرتوش الملح دغيا تطيب لينا القطنية. وهاديك التقالي راني سالقاه، سلقتها هي الاولى عاد درتها. هادشي اللي كاين اخواتاتي، انا غنسد دابا، غنديها فوق النار، غندير الربيع، انا غنديها فوق النار ونجبد الربيع وندير الربيع ونسد عليها مدة ساعة ونتلاقاو. هانتوما اخواتاتي بعد ما طابت عندكم غدوز ساعة الحساب، هانتوما شوفو كيفاش تجي، نحيدو اللاطة ديال الكركور. هانتوما اخواتاتي شوفو تبارك الله القوام ديالها، ها الطريقة إلا طبقتوها راه غتنجح معاكم ان شاء الله. انا قلت لكم اي حاجة غنوجدها غنشاركها معاكم. هانتوما اخواتاتي زيت العود، جات ثلاث عواش، هاد الطريقه الا درتوها راه غادي تعجبكم حتى الاخر. دير زيت العود تعطي واحد النسمه رائعه. هادي هي اللوبيا ديالي، انا ما عززتش عليا خاد، عزز عليا بحال هكا، حتى الا شاط لينا شي شويه كتبقاي فسخنيه، هذيك الخاتره تجي ثقيله بزاف. نديروها حنا بحال الشوربه بحالكم، ناكلوها بلا خبز بلا والو. اللوبيا راه نشويات، هي من النشويات، انا غادي نحطها في الطبسيل وتشوفوا تبارك الله. هذه هي اللوبيا ديالتنا، نتمنى من الله تعجبكم، تجربوها ولا جربتوها ردوا عليا الخبر. غنحطها بقدر اللي بغيت صافي.
سمحوا لي راه ما قلتش ليكم هذا كيطرو نص ساعه الماء درت فيه سكيلو اللوبيا، ومني حليت بقيت خاصه زدت غرف ديال الماء بحال جوج كيسان ديال الماء. انا عزيز عليا الحار، نتوما ديروا الاختيار ديروا اللي عجبكم. شفتوا الشكل ديالها كيفاش يجي؟ هانتوما شي حاجه اللي زوينه ما قليتها، راه شفتوا الطريقه والملح حتى حليت عاد زدت الملح مع داك الماء وزدت زيت العود وغلات غاليه وحده وطفيت عليها. هذه هي الطريقه خواتاتي، نتمنى تعجبكم ان شاء الله، وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.